وسهلا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا سارة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير البايلا. البايلا الإسبانية اليوم راح نديروا بايلا بالجمبري أو ليكروفيت. إذا لتحضير وصفة البايلا نحتاج إلى المقادير التالية: زوج كيسان روز، تغلوهم غير شوية، يعني ما تغلوهمش بزاف، طيبوه نص طياب. هنا عندي طماطم غابي أو مبشورة، حبة بصل صغيرة كذلك غابي مبشورة، ملعقة ونص طماطم مصبرة، 3 حبات ثوم غابي أو مبشورة. للتوابل نحتاج شوية ملح، زعفران، الحرور أو فلفل أسود، وهنا مكعب جامبو، مكعب دجاج، جامبو دجاج، شوية زعترة، 4 أوراق صغار ران، وهنا عندي 500 غرام تاع جمبري أو ليكروفيت. هادو موجودين في الاسواق كثره، يعني تلقاوهم وين ما تروحوا، وكاينين يعني تلقاوهم كما هكا او تلقاهم باسماك مشكله، يعني تلقاو فيهم انواع كثيره من داخل من الاسماك. فانا اليوم غادي نديرها بالجمبري. الان مروا مباشره الى طريقه التحضير. اذا نديروا الزيت في المقله تاعنا. هنا غادي نستعملوا زوج يعني تاع المقالي، وحده نديروا فيها لاصوص تاعنا. اذا في وحده غادي نديروا لاصوص، نديروا البصل تاعنا، الثوم والطماطم، نخلطوا هادو مع بعض هكذا. نديروا التوابل تاعنا، الحرور، نديروا شويه زعفران، طماطم المصبرة، نديرو الرند تاعنا، أوراق الرند، والزعترة تاعنا، نزيدو مكعب الجامبو، هكذا. والملح نديرو غير شويه، ما نكثروش لان الجامبو اصلا هو شويه مالح، نديرو غير شويه ملح، نخلطوهم مليح، ونفرغوا فيها. هذه نسيت اني باش نقولها لكم، نديرو غراف تاع ماء، نسيت باش نضيفها لكم في المقادير، لكن معليش هنايا نديرو غراف كامل تاع ماء هكذا. نديرو لتر كامل تاع ماء، ونخلو لاصوص تتعقد لنا مليح. هنايا في المقلة الثانية تاعنا راح نديرو الجمبري تاعنا أو ليكروفيت بكيس كامل هكذا. إذا هكذا كي تشوفوها غير شويه يعني يبانوا لنا هذوك لي كروفات. الان راح نفرغوا الروز تاعنا هكذا. هكذا نخلطوا كل شيء مع بعض. اذا هكذا نخلوهم غير شويه فوق النار، ونطفوا على الروز والليكروفيت. اذا ولاصوص كذلك راهي جاهزه باش نديروها في الخليط. خلاص نطفوا عليها هي والروز. ناخذوا الصينيه تاعنا، دهنوها غير شويه بالزيت، ما نكثروش الزيت لان الصوالح الاخرين راه فيهم الزيت. هكذا نفرغوا الروز تاعنا اول شيء. فرشوها في الصينية كامل، هكذا سقوها غير شوية من فوق. فرغوا لاصوص تاعنا، هكذا نمشوها في كل الروز.
هكا نفرغوها في كل جوانب الروز، نخلو يعني حتى جانب بلا لاصوص هكذا. وهادو اوراق الرند ما نقلعوهمش، نخلوهم هما ثاني يطيبوا مع الروز في الفرن، يعني ما نقلعوهمش دروك. حتى من بعد كي طيب لنا البايله تاعنا ونقلعوا اوراق الرند، لكن هنا نحتاجوهم ثاني يزيدوا يطلبوا البنه من يكون الروز في الفرن. خلاص الان الصينيه تاعنا راهي جاهزه باش ندخلوها للفرن. كي نشوفوها طابت لنا مليح من الفوق ومن التحت نخرجوها من الفرن. اذا هذه هي بايلة تاعنا، راهي وجدت بايلة الإسبانية بالجمبري. كما راكم تشوفوا كي ندخلوها للفرن راهي تشرب هذيك لاصوص كاملة لذيذة ورائعة. اللي ذاقوها راهم قاع يعرفوا البنة تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها انتم تاني وتستمتعوا بها. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.